رمضان كريم. اليوم حكايتنا عنوانها الشاب والحكيم. قصتنا اليوم عن رامي، شاب عمره 30 سنة وهموم الدنيا كلها فوق راسه، مشاكل كتيرة عم بيواجهها بالحياة، وكل يومين ثلاثة تطلع له مشكلة جديدة، إن كان بالبيت أو بالشغل، بعلاقته العاطفية وحتى مع أصدقائه. بس بيوم من الأيام بيواجه مشكلة كتير كبيرة، بيضل يفكر تيلاقي الحل، بس ما كان في شيء عم بيطلع بإيده، وكانت أول مرة بيحس حاله هالقد عاجز. بعد يومين كان رامي قاعد هو وأصحابه، وبسياق الحديث بلشوا يخبروا إنهم عم بيزوروا معالجين نفسيين تيساعدون يطلعوا من هالحالة يلي بيكونوا فيها، زعلانين وبيحلوا مشاكلهم وبيفهموا حالهم أكثر. بس رامي كان دايماً ضد هالمبدأ، ويعتبر إنه الشخص يلي بيزور معالج نفسي بيكون مجنون وغير موزون، وكان يعتبر هالموضوع أمر عيب وما لازم يصير أبداً. بس على قد ما كان حكيوا رفاقه وقالوا إنه هالأمر مفيد، حس إنه هالمعالج النفسي معقول يقدر يساعده، وبلش يلعب الوسواس براسه، وصار بينه وبين حاله يفكر إذا بيروح بيتعالج يمكن بتخف مشاكله وبيلاقي حل لمشكلته الكبيرة، وفكر إنه معقول تتحسن حياته، معقول يفهم شو بده بهالحياة، كيف لازم يفهم هالدنيا ويتعامل مع كل مشاكلها بالطريقة الصحيحة. وبعد التفكير قرر إنه يروح عند معالج نفسي، بس بالسر، فصار يبحث على أبعد معالج موجود بالمنطقة، وبقى يمشي ويمشي ساعات وساعات طويلة قبل ما يوصل لعنده. هالمعالج كان عايش بقصر كبير عقمة جبل بعيد كتير. هو بالطريق تعب وصار يفكر إذا بيرجع عالبيت وخلص شو بده بهالشغل، تعب جسدي فوق كل هالتعصيب يلي بحياته. بس في شي من جوا كان عم بيقله إنه كفي الطريق وما تتردد بقرارك، وقبل ما يوصل صار يقول الحمد لله اخترت طبيب بعيد، أكيد ما في ولا مخلوق بيمشي كل هالمسافة طيوصل لعنده، يعني أكيد رح كون لحالي. وهالشي كان سبب إضافي تما يتراجع عن قراره. بس لما وصل لقى أنه في كتير ناس ناطرين قدام القصر، وتفاجأ أنه منه وحده. صار يقول إنه بعد كل هالمسافة اللي مشيتها معقول ارجع بلا شي؟ فاضطر رامي ينطر دوره. وقت اللي وصل دوره خبروا للحكيم كل شي. الحكيم بعد ما سمع منيح شو قال له رامي فكر، اطلع برامي وجاوب، الوقت هلأ ما بيسمح نحكي أنا وياك كتير، بس رح أطلب منك تنفذ طلبك
وترجع بعد ساعتين. وهالطلب كان غريب شوي وما توقعوا رامي أبدا. على أي حال هالمعالج النفسي قال له لرامي رح أعطيك ملعقة فيها كم نقطة زيت، بدك تنزل عجنينة القصر وتمشي أنت وحاملها لمدة ساعتين، وبس يخلصوا الساعتين فيك ترجع لعندي، بس انتبه انتبه كتير منيح، اوعى يوقع نقطة زيت وحدة منك، وبس ترجع بدها تكون الملعقة مثل ما سلمتك إياها. واستسخف شو قال له المعالج النفسي، وقال بين وبين حاله يعني إذا ما كنت مجنون هلأ أكيد رح جن، كيف يعني احمل ملعقة زيت وامشي فيها؟ بس لحق ووصل بطل في حل قدامه اللي ينفذ الطلب، سمع الكلمة ونزل يمشي بجنينة هالقصر هو وحامل ملعقة الزيت. وبس خلصوا هالساعتين رجع طلع على العيادة وطرح المعالج علي سلسلة أسئلة غريبة عجيبة. شو شفت؟ شو شفت؟ هل شفت المطبخ أنتو ماشي؟ حبيت زخرفات الإزاز؟ وشو رأيك بالشمعدانات الذهبية؟ شفت هالسجاد يلي حاطينه؟ كتير مرتب، في تحف كمان كتير غاليين، عجبوك؟ شو شفت بالجنينة؟ هون رامي انصدم، جمد بأرضه وما عاد يعرف شو بده يجاوب، لأنه ما شاف شي من اليلي عم بيقله عنه، خاصة إنه كل الوقت كان مركز بالملقة حتى ما يوقع الزيت. بس قبل ما يجاوب قال له هالمعالج النفسي يلا رجع عند زال مرة تانية وركز على كل شيء قلت لك عنه، أنا ناطر رأيك. نزل رامي من أول وجديد، حمل ملعقة هالزيت وبلش يطلع كل زوايا القصر من برا ومن جوا، وما ترك زاوية ما شافها بكل تفاصيلها. وقت اللي خلص طلع وخبر المعالج كل شي شافه. ابتسم المعالج وقال له لرامي اطلع ملعقتك. طلع رامي ولقى انه الملعقة ناقصة شوي من الزيت، وجاوب ما تواخدني التهيت بالمناظر الحلوة اللي حوالي ونسيت الملعقة. ساعتها المعالج قال له هيدا يلي كان بدي وصلك إله يا ابني، الحياة فيها أحداث، ولما أنت تركز على مشكلة وحدة رح تنسى شو في أشياء حلوة بحياتك. مشكلتك مثل هالملعقة، لما كل تركيزك كان فيها ما انتبهت للأشياء الحلوة اللي عندك إياها. الحياة فيها أحداث ومشاكل ومسؤوليات، بس أنت لازم تواكب أحداثها بلا ما تنسى وتهمل حالك وتفقد تركيزك عن النعم بحياتك. رمضان كريم.